بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أول فيديو من سلسلة سوليد وورك، البرنامج اللي هيساعدك على الأجزاء الميكانيكية بشكل دقيق. البرنامج بيستخدمه عدد كبير من المهندسين والمصممين لأنه بيقدم لهم حلول متقدمة لأجزاء وبيوفر لهم كتير من الوقت والمجهود في الشغل. الفيديو ده مقدمة عن السلسلة ويعتبر أهم فيديو فيها. في الفيديو ده هنتعرف على البرنامج وأهميته وإزاي بيساعد المصممين في شغلهم، وهنقدم خطة تدريبية متكاملة لمتابعين السلسلة اللي هتساعدهم في تعليم البرنامج والتطبيق العملي للمفاهيم اللي هنتكلم عنها. كمان هنتكلم على الادوات اللي محتاج تعرفها علشان تتعامل مع سوليد ووركس احترافيا. ان شاء الله هنشرح كل حاجه بالتفصيل وبطريقه مبسطه علشان توصل بكل سهوله. كمان ان شاء الله مع كل فيديو هيكون في الملفات اللي هنستخدمها علشان نطبق مع بعض بشكل عملي. سوليد ووركس بيسمح للمصممين والمهندسين على نماذج 3D، وده بيسمح ليك باختبار وتحسين التصميم قبل بناء نموذج فيزيائي، واللي طبعا بيوفر الوقت والفلوس. من بداية انطلاق البرنامج وهو بيساعد المصممين في تحسين منتجاتهم وتقليل تكلفتها، وطبعا البرنامج له أهمية كبيرة لأنه بيوفر وقت وجهد للمصممين وبيساعدهم يعملوا تحليلات وتجارب للمنتج قبل التنفيذ على أرض الواقع، يعني كأنك بتجرب قبل ما تبدأ وتقدر تعرف النقط الضعيفة وتعالجها قبل ما تنزل المنتج للسوق. يعني البرنامج بيساعدك في الكشف المبكر عن أخطاء التصميم وتقدر تصلحها قبل ما تكتشفها بعد التصميم. كمان بيساعدك في تحسين أجزاء التصميم عشان تقدر تقلل المواد وتقلل الوزن، وده طبعا هيقلل التكاليف، ده غير انك بتتأكد من قدرة الأجزاء على تحمل الأحمال والإجهادات وإنها موافقة لمعايير السلام. كمان من البرنامج بيكون عندك رؤية لطريقة أداء الأجزاء لمهمتها واستدامتها وتحقيقها للأمان والمتان. إن شاء الله السلسلة دي هتمر بثلاث مستويات. هنبدأ بشرح أساسيات البرنامج زي واجهة المستخدم وطريقة الأجزاء والتجميعات، وده هيكون المستوى الأول واللي تقدر بعده تستخدم البرنامج وتشتغل بيه. بعد كده هنروح للمستوى الثاني وهنتعمق في سوليد ووركس. وفي النهاية هنتعلم أساليب متقدمة لتحسين التصميم والتحليل، وطبعا حل المشاكل اللي ممكن تقابلنا، وكل ده هنعمله بأسلوب مبسط إن شاء الله يوصل لكم بكل سهولة. طيب السؤال بقى اللي دايما بيتسأل، هي ايه المتطلبات اللي مطلوبة في جهاز الكمبيوتر عندي علشان اشتغل على البرنامج؟ البرنامج مش محتاج حاجات كتير، بس محتاج جهاز كمبيوتر بمواصفات مناسبة، يعني البروسيسور محتاج يكون i5 او اعلى، والرام 8 جيجا بايت او اكتر، وكارت الشاشة محتاج يكون متوافق مع البرنامج، ويفضل انه يكون من انفيديا او AMD. وهسيب لكم في صندوق الوصف فيديو عن متطلبات سوليد ووركس بصفة عامة وافضل انواع كروت الشاشة المعتمدة، بس حتى لو شايف ان جهازك اقل من الامكانيات دي فده ما يمنعش برضه انك تبدا تجرب. كمان واحنا شغالين دايما هنقدم كل الطرق اللي ممكن ترفع بها من اداء جهازك، وكمان حلول لمشاكل ضعف الاداء. واستنوني ان شاء الله مع اول فيديو في سوليد ووركس. ما تنساش بقى اذا عجبك الفيديو تعمل لايك ومشاركه للفيديو علشان يوصل لغيرك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك اشعارات الفيديوهات، واكتبوا لي ارائكم واسئلتكم في التعليقات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.